واحد من النجوم النهارده حتى فنيا جوه الملعب طبعا، رغم من اضاعته لركله الجزاء، ولكن علي معلول يظل احد اهم اللاعبين واحد اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي. هو للامانه علي معلول مش في المباراه دي بس، هو يعتبر انا من وجهه نظري الشخصيه احسن لاعب في كل الفرق على مدار الموسم. نعم. علي معلول النهارده بيوصل للهدف السادس ليه في الدوري، اكثر من مجرد ظهير ايسر، باك شمال وجايب 6 اهداف، متصنع 7 اهداف، يعني متسبب في النادي الاهلي من 13 هدف، باك شمال لوحده متسبب في 13 هدف للنادي الاهلي، فاعتقد ان هو هياخد لاعب الموسم باذن الله، يعني لما نحصل على الدوري في النهايه اعتقد علي معلول لو كمل على المستوى ده هياخد لاعب الموسم بلا جدال، يعني لا بقى فرجاني ساسي ولا كينو، اعتقد ان علي معلول هيكون هو رقم واحد، بدليل شخصيه علي معلول بتفكرني بصراحه شخصيه لاعب كبير بشخصيه الجيل بتاع ابو تريكه، ابو تريكه دايما كان يظهر في اللحظات الاخيره، معلول دايما في الموسم ده تلاقيه في اللحظه الاخيره بينقذك. النهارده لعيب تاني يضيع ضربه جزاء تلاقيه خلاص يستخبى مظبوط، لكن ان انت يعني ماتش الاتحاد بالظبط نفس اللي حصل النهارده حصل في ماتش الاتحاد، تسديده برضه في الدقايق الاخيره، فدي شخصيه لاعب عظيم للامانه، شخصيه لاعب قائد علي معلول اكتر من مجرد ظهير ايسر. لو شفنا ارقامه هنلاقي ان هو حاول على المرمى 3 مرات، دقه تمريراته القصيره 93%، تاني اكتر لاعب عامل تمريرات طوليه، يعني برضه عنده حته الرؤيه، عنده حته الشخصيه. دايما النادي يعني الناس تقول لك ايه او الفرق يقول لك ان انت محتاج اكتر من واحد محطه في الملعب، لما تتزنق تبظيله، ده موجود في صالح جمعه وموجود في علي معلول. الاثنين دول مهمين قوي، علي معلول اللعيبه اللي ورا لما بتتزنق بتبظيله، هو اللي بيحضر من تحت. عامل 9 تمريرات طوليه، 9 لونج باص، بنسبه دقه 44%. علي معلول دور دفاعي مميز، تاني اكتر لاعب قطع للكرات 16 مره. نعم. تاني اكتر لاعب صانع فرص 2، عدد العرضيات 4، حصل على 2 خطا واهدر ركله جزاء. فللامانه معلول يستحق تاني اعلى تقييم، وممكن كمان بعض الناس ممكن تحطه رقم واحد مع صالح جمعه. لكن يعني معلول شخصيه لاعب بصراحه بتنقذ دايما النادي الاهلي في الدقائق الاخيره، البلاس 90 دي شخصيه لاعب كبير، سواء بقى شفناها في ماتش الاتحاد، في ماتش الجونه، اللي في ماتش الاتحاد السكندري، شفناها في مباراه النهارده. لا علي معلول يعني بصراحه يستحق باذن الله، انا اتوقع ان هو هياخد لاعب الموسم.